يعني شنيو ملك المناسبات، انا دائما بنصح انه العروس ترفع شعراتها، اما اذا هي بتحب انه يكون شعراتها مفلوتين اكيد انا لانه هي بتحلم بهذا النهار، بدي يعني بدي انا وياها يعني نوصل لنحقق لها اللي بتحلم فيه. فلكن اذا كان عرسها برا على البيسين، بتعرفي في اشخاص بيعملوا عرسهم برا او بالجبل او بالجنينه بيكون في رطوبه، فعلي انصحها للعروس انه شعرك ما بيسوى نعمله مفلوت، بيقشط او بيرتب شعرك، بنستعين بالاكستنشن حتى اللي عندهم يعني شعر ناعم، قد ما فينا بنحاول نقرب لفكرتها، بس بنحاول يكون التركيز اكثر على الاكستنشن لانه الاكستنشن ليضاين وما بيلقط رطوبه مثل شعرها الطبيعي. هلا نحن كنا عم نشوف الفيلم وسمعنا شوي الضجه، هيدا سعيد حريري كان عم بيدوج عم يحكي. سعيد حريري عم بيعمل مثل يلي بيمشوا على المطار. سعيد حريري عم بيشتغل مع جو وعم بيهتم بالصبية أنا، لأنه هلا بدنا نستقبلها لأنا مع العباية الجديدة الرائعة وكتير حلوة كمان، العباية بلونها بالكونتراست اللي فيها بتحسي الكمام في البنفسجي الموف، وهي الجراي مع الأحمر الحلو، احمر رماني يعني إيه شيك. والاكسسوارات كمان اللي عم نشوفها ان كان الحلق الخاتم الاساور يلي بايدها شيء كثير حلو. إيه يعني كله منسق مع بعضه. مدام أورور كثير يعني مزو او فنانه، وعن جد حتى للاكسسوار هي بتلبق كل شيء مع بعضه. يعني الواحد بيقول كجيل جديد ما بنحب العبايات، بس هو العبايات حبيناهم فينا نلبسهم نحن، يعني خلتنا نستحلي العبايه اكثر. بتحسيهم مودرن، بتحسي فيهم شيء مزيج بين شرق وغرب، بنحسها ما بنحسها عبايه شرقيه. هذا اللي حببنا اكثر وعم يلبقوا حتى مع الكوافيرات اللي عم تعملهم، لان كمان عم تمزج الشرق بالغرب. صح، انا نحن ندعيك من اثنيناتنا. اثنيننا بدنا ندعيك. نشوف شو بدك تحضر لها هلا. اليوم هلا حنعمل نص رفعه، حنعمل لها كوتشيفال بس بطريقه جديده مع اكسسوار اوريجينال. حلوه، بتعطي نعمه يعني بتعطي عمرها ما بتكبرها. طلال انت وعم تشتغل بالكوافير يعني ما فينا هيك نبعد عن اجواء المونديال، لان عم بحس قد ايه عم يعملوا ميك اب خاص وضفير للمونديال وتسريحات، قد ايه عشت بهالهمروجه وبعدك هلا؟ لا شوفي حلو حلو المونديال، يعني عم نعيش بعدنا بهالاجواء. يعني انت مع مين اول شيء؟ أنا مع الربحان. ولا اللي بيربح أنا بكون معه. مع الربحان. أنا دايما بكون معه. زمطت. إيه. نحن لأن نحن مع الخسران. إنه إذا كل الناس مع الربحان، الخسران حرام مع مين؟ إيه مين بده يكون معه؟ لازم يكون حدا معه، فأنا مع الخسران. نحن أبو الفقير. ما كنت مع البرازيل يعني. شكله كان مع البرازيل، لما خسرت راح مع الربحان. عم بيطنش على السؤال. عم بيطنش على السؤال. هيك حاسه. كانوا عم يطلبوا منك تسريحات هيك للتحميس ولا مش كثير؟ لا كان في عنا عم نعمل اشياء اوريجينال، عم نجيب السبراي، عم نلون الشعر، عم نشد الشعر، نرسم الاعلام تبع البلاد على راس السيده، عم بيعطي هيك شيء اوريجينال، وكذلك الامر على الضفيره. ما بتصدق التياب كمان، يعني انا امبارح كله عم بيكمل بعضه. السيده عم تعمل فستان الماني مخيطين ليه، والعلم الالماني من هون وستراس وما بعرف شو، قال لا ما مبين كثير الماني، بعد بدها زيدوا لها كشاكش المانيه الالوان. اوف بس قول يعني ما راح دعان فستان امبارح. ربحوا ربحوا. يعني ما كانت عندنا برازيل يعني بدها تبيعه بسوق الاحد. ايه اللون يلي شغل اياه مرغوب لبنانيا ولا بفضلوا على اشقر اكثر او بلاتين اكثر؟ هلا كل شيء بلاتين بنحسه على سوندري هو موضه، كل شيء بنحسه على على سيلفر، على بيرلي، على بيرلي، على زهر، كثير دارج هلا، كثير ترند هلا على زهر. حلو. ايه بنحس الهايلايت، بنحسه بلاتين جاي على لولو، على مزهر. وهلا حنرجع نستعين بالاكستنشن لنشوف شو خلصنا. هي شعرها طويل بس حبينا عبية. انا دائما بحب الكوتشيفال تكون عبيه، بحبها تعطي اجمل، تعطي اجمل. كمان بنعرف تهتم بكثير فنانات، بضل في وقت يعني للفنانات، تعرف بدهم تفرغ.
بدون تفرغ، بدون تحضير للوك. يعني دائما بدنا نقعد نحن وياهم ونشوف شو فكره الكليب، ندرس موضوع اللي بدها تطلع فيه لنقدر ننسق اللوك تبعها مع اللبس مع الميك اب مع كله. هدول بده جلسات. كمان تعاملنا مع كثير من الفنانات مثل مين؟ رجعنا نذكر تعاملنا مع السيدة أصالة، مع السيدة لطيفة، مع كثير من الفنانات، مع ميليسا، مع فلا. بعدك حاليا عم تهتم ببعض الفنانات؟ ما بدنا ننسى في كثير، يعني في كثير بعد. وحاليا بعدك؟ حاليا ايه، كانت عندنا فلا من الاسبوع الماضي. فلا هلا مشبشبه اكثر واكثر، إيه؟ اجت على لبنان يعني زياره تجميليه، وهي حكيت للصحافه عنا ما خبت الامر. صح. ابدا. شوفي حلوه الحقيقه، الانسان لازم يكون واضح. انه انا وقت التقيت فيها قلت لها ما بدك، مش لازم ليك، مش بحاجة. لا لا بدي خلص. إيه؟ بس الفنانه فلا فعلا عندها اسم الله نوع بشره عن جد مخمليه مثل البيبيات. هي اصلا كانت ملكه جمال يعني. صح. معروفه بجمال. كمان نوجه لها تحيه للفنانه فلا. تحيه لفلا. بعد بدنا وقت كثير للتسريحه لما نطحش بوقتنا. نو بدنا 5 دقائق. فهمت؟ منيح، لكن 5 دقائق بيمشي الحال. ايه. لان عندنا حديث رياضي حامي جدا بعد شوي. أوكي. مع ضيفنا. بعد مباريات امبارح يعني كثير حتى من المشاهدين ناطرين. طب اليوم مين رح تشجع؟ قلت لك انا الربحان معه. هلا قبل الربحان، بكره بتصير مع الربحان، اليوم بعد. يعني ناخذ رايك قبل المونديال وبعد المونديال. ارجنتين. ارجنتين. هلا ان شاء الله بينتبه على حكيه منيح، ما بزت كلمة هيك. لا لا ابدا. عندك سفرات قريبة طلال؟ سفرات لا، هلا خلصت سفر. اخر مرة كنا عندنا سفرة شغل خلصناها، واللي قبلها كنا باسطنبول، دعونا شركة ويلا، كنا سفير للبنان لشركة ويلا. كان في عملوا لنا سيمينار زغطور، للصراحة كثير اهتموا فينا، عملوا لنا كروز بالبحر وعملوا لنا شو على ظهر الباخرة. حلو. وفي حدا بيلبيك بالصالون يعني لما تكون انت مسافر؟ نحن ايه طبعا. بتعرف انه قصه الكوافير في زبونات بيتعودوا. صح. على شخص معين بحسه بينمقصوا اذا ما كان هو. شوفي اللي بده طلال بده يحب، يعني بده طلال بحط موعد اكيد بكون موجود على وقت اللي هن بدهم يعني يصرحون، واذا لا في عندي فريق عمل كثير كبير، يعني نحن عندنا 10 معلمين وكمان معلمين كثير قبضايات وكثير بروفيسيونال بيقدروا يقوموا بالواجب كمان. اذا نحن هيك باللمسات الاخيره لتسريحه عنا. اوكي بدنا نشوف الغره اذا ناوي تعمل فيها شيء ولا بدها تكون نازله على الوجه. لا حتكون كثير سمبل الغره لانه في فوقها حاطط الاكسسوار. مشان يكون سمبل وبسيط الاكسسوار لوحده. انت بدك تعمله لبرا. ايه صح، الاكسسوار لوحده عم بيحكي. فما بنقدر نشتغل كثير، انا بحب دائما لما بدي يكون في اكسسوار ما كثير نشتغل بالشعر. صح 100%. طلال من بعد ما درج الكيراتين وكريستال وكافيار وما بعرف الاصناف كلها، شو ثبت انه احسن شيء للشعر؟ شوفي هن كلياتهم للصراحه من بيت واحد، بس كل شركه للصراحه بتعطي اسم معين. كل شركة. هلا الكافيار يلي ما بتحممه اللي بتتركه بالشعر. اللي بتتركه بالشعر. منيح؟ كمان منيح طبعا. يعني بتنصح هو الكافيار فيه يعني شيء ناتشورال اكثر عم بنشوفه. الكريستال بتنصح فيه كمان؟ كمان الكريستال. كلهم بيت واحد، بس مثل ما حكينا انه كل شركه بتحط له اسم معين. سبراي. نجرب نحط طلال الاكسسوار لنكسب وقت. نحن
احنا الوقت لانه انتهى، فهلا اذا كيف الوقت المستقطع بالمباريات عم ناخذ من وقت كمال نصار يلي بعد شوي رح يكون بضيافتنا. ملكه يعني، فمن هلا بدنا نقول لانا نعيما ولك طلال يعطيك الف الف عافيه، على امل نلتقى فيك كمان قريبا بتسريحات جديده. ميرسي سوبر حلوين، سوبر حلوين. واو شيء كثير حلو، حسينا مثل حريم السلطان والتسريحات الحلوه. صح مع الاكسسوار، هو لانه شرقي الموديل، تسريحه شرقيه. يعطيك الف عافيه، شيء كثير حلو، كله مكمل بعضه يعني ما في شيء ناقص ابدا. اهلا وسهلا فيك طلال، منورنا. ثانك يو انا، يور سو بيوتيفول. واكيد هلا عم نشوف انا. كان يو تيرن يور هيد، هيك عم نشوفها من كل الميلات، وعم نشوف التسريحه والاكسسوار والعبايه. اكيد طلال بدنا نقول لك شكرا، رمضان كريم مره جديده، وان شاء الله دائما هيك بنشوفك بتسريحات ما بعد رمضان كمان ان شاء الله. وشكرا لكم، اهلا وسهلا فيك. ومن التسريحات والاكسسوار الى كمال نصار والتحاليل الرياضيه خصوصي عن مباراه امبارح والمباراه اللي رح بتصير الليله، خليكم معنا. شعلانه وما حدا بده يطفيه.